سيدي الرحلة. بعد قليل طبعا عليكم كان منقطع صوت مش تحت كلمة السلام عليكم. أرجى استماعكم طبعا عزيزا وشكرا. طلبا عزيزا تحية في دبي والسلام عليكم. إذا كنتم تعتقدون ما رشوة عليكم يمكنكم تعمل الآن سؤال كان بمزيد. كذلك ننصح ميلان لأسفة موسيقى بعد فتح الآن. وشكرا. نرجى الانتباه بين مقارب لكم إجراءات السلامة. نستعد لها في الإقلاع. نرجو لكم أشعة طابلة الطعام ونستبق قدمين وشاشة الفيديو الشخصية إلى الوضعية الأصلية ونفع كل ستائر الأمان لإرجاع مقعدكم إلى الوضعية المستقيمة. نرجى وضع الامتعاد في الخزائن العلوية أو أسفل المقعد أمامكم. الرجاء ربط حزام الأمان عندما تكون إشارة في الأحزمة مضاءة. يمكنكم تعليق الحزام لسهم الشرطي ويمكنكم تركه بأي حلقة معرفية. إذا كنت تذهب في النوم خلال الرحلة فرجاء ربط حزام الأمان على البطانية لكي لا تزعجك. لسلامتكم يجب إقامة أجهزة متصلة بخدمات الواي فاي والبلوتوث والانتباه يمكنكم استخدام الصفارة. يمكنكم تلقائيا على ملمسة اليمنى. قبل أن تبدأ رحلتنا يرجى تحديد مخرج الطوارئ الأقرب إلى مقعدكم. يوجد 10 مخارج للطوارئ على هذه الطائرة المؤشر عليها بالنمط الأحمر. كما هناك أضواء خلفية في الممرات ترشدكم إلى أقرب مخرج للطوارئ والذي قد يكون خلفكم. لتذكيركم بجوانب السلامة يرجى قراءة بطاقة السلامة الموجودة في جيب مقعدكم.